المسابقه ديالنا كانت الان اطار التدريبات والتمرينات اللي كتقدمها الكوتش نور الرك معي لجنه التحكيم اللي كانت دائما تواكب المسابقه مع احد الاصدقاء واحد الاساتذه في هذا المجال هو مدير اعمال الفنانين وكيختار الفنانين المواهب اللي مازال بداو كيشقوا طريقهم وكيوصلهم لواحد المراحل متميزه واللي كنا معهم في مجموعه من المحطات ومجموعه من المراحل في قناة ما في مهرجانات الى اخره معي الصديق ماجد التازي عضو لجنه التحكيم مرحبا بك سي ماجد التازي السلام عليكم معكم ماجد التازي ديزارتيست ديال مصممات وملكة الجمال هنا جينا هنا كلجنه التحكيم باش ندوزو واحد الكاستين اول كاستين للدور الثاني لملكة الجمال الاطلس وحنا جد فرحانين لان كاين معنا مشاركات جمعيات وكلهم يستاهلوا الفوز ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وتبارك الله على الصحفيين ديالنا وشكرا جزيلا.